وفق الحي لكل خير. حقيقة نحبهم ومحبة آل سعود تجري في دمائنا، ولله الفضل والمنة. أبو فهد عندك قصيد تنعطناها؟ بيتي أنت الحين بالضيوف يستاهلوا. إيه لأنه ودنا نستغل وجود الضيوف. أيضا الشيخ محمد عنده طيارة ودي أخذ من محور قبل لا يمشي على شكل زامل. لا أنا ودي أن يأخر رحلته للعصر بس عاد عدم أنا الشتم زان المخايل. طيب طيب مرحبة الحبة ما استقله. المخرج متوصي بك. مرحبة الحبة بالدلايل بقدا ومضيوفنا ما استهله. يا سلام استهلوا. يا سلام صح لسانك يا ابو فهد. تحتاجون والله قصيد لكن انا ما درستهم لان وجهتهم عند الباب. اقول يستاهلون ضيوفنا وانت مطلق.